احنا نتوقع بأن اليوم ايران تحاول التواصل الى اتفاق تنسيقي ما بين الكتله الاكبر اللي هي الكتله الصدريه، وكذلك ما بين القوى السياسيه التي نستطيع ان نقول بانها مقربه من ايران عن طريق محمد كوثراني. طبعا يحاولون اليوم بعض التنازلات، اعطاء بعض التنازلات للكتله الاكبر، وفي المقابل اخذ جزء من الدولة أو الحكومة المقبلة، أخذ جزء من الوزارات والوزارات السيادية والوكالات المهمة في داخل إطار الدولة. أتوقع بأن الجزء الكبير من الإطار التنسيقي يعول على جماهيره الموجودة داخل الشارع، ولكن نسوا بأن الجمهور الذي نزل اليوم إلى الشارع للمطالبة بحقوق والمطالبة ب بعض الكلام الذي يتحدث عن وجود مظلومية لدى هذه الأحزاب الموجودة تحت تايتل الإطار التنسيقي، نسى بأنه جمهور نزل بسبب مصلحة وقتية، وليس جمهور نزل بسبب مبدأ أو عقيدة أو فكر معين. هذا الجمهور لن يصمد مثل ما صمدت مثلا ثورة تشرين، لن يصمد مثل ما صمدت باقي المظاهرات العراقية لأشهر عديدة. هذا الجمهور مع أول خيبة أمل، مع أول اجتماع ممكن أن يكون بين الإطار التنسيقي وباقي الكتل الفائزة، مع أي تصريح يطلق من أحد هذه القيادات، ربما سيعود الغالبية العظمى منهم للمنازل. حتى اليوم رأينا بأن هنالك مظاهرات ووقفات احتجاجية في بعض المناطق، سواء كانت في الشمال والوسط والجنوب، لم تستمر هذه الوقفات لأكثر من 3 إلى 4 ساعات والجميع عاد إلى المنزل. رصدت الوكالات والشركات المعنية بهذه الأمور والمعنية بتغطية الأحداث المسؤولة أو الأحداث التي جرت بعد الانتخابات، بأن الغالبية العظمى من الذين خرجوا بهذه الوقفات هم من أنصار ومؤيدي مرشحين معينين، وليسوا أنصار ومؤيدين لحزب وكتلة. هذا يعني بأنهم ليسوا ناس أيديولوجيين بالمعنى الأصح، حزبيين؟ هم نعم. خرجوا فقط لمصلحة شخصية تقربهم بينهم وبين المسؤول الفلاني حتى يبقى في السلطة، من أجل تواصلهم معه وكذلك من أجل الفائدة المتبادلة نعم. بين الاثنين.